استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصافرية سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تشرف بعرض جوانب من استراتيجية الأمن الغذائي الوطني تنفيذا للمبادرة الملكية السامية التي أعلنها جلالته حفظه الله في حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءا هاما في إنجاح تلك المشاريع. وخلال اللقاء وجه حضرة صاحب الجلالة إلى اعتماد المشاريع المرفوعة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتوجيه بتخصيص الأراضي المطلوبة وتأسيس شركة حكومية لكل نوع من المشروعات الزراعية والسمكية، كما وجه جلالته إلى طرح جزء من منطقة رأس حيان للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي. وشكر جلالته وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجميع العاملين بالوزارة على جهودهم القيمة لخدمة المواطنين الكرام، مؤكدا جلالته حفظه الله على أهمية أن يستفيد المزارعون من المشاريع التي ستنفذ، مبديا جلالته تقديره للعاملين في مجال الزراعة والثروة السمكية والإنتاج السمكي الذين ارتبطوا بجلالته وبالبحرين، مؤكدا جلالة الملك المفدى حرصه على التواصل معهم جميعا شخصيا معربا عن تقديره لمن سبقهم من آبائهم وأجدادهم الذين عملوا بإخلاص لخدمة وطنهم في هذا المجال، معربا جلالته عن ثقته بأن المسؤولين الذين كلفوا بذلك سيلبون بإذن الله الأهداف المرجوة لكل ما فيه خير المواطنين الكرام وذوي الدخل المحدود. وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة عرضت على المقام السامي مشروع التوسع في تبني الأساليب الزراعية المتطورة تقنية الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي، ويهدف المشروع إلى دعم فئة الشباب البحريني على العمل في مجال الإنتاج الزراعي والسمكي وتبني التقنيات المبتكرة للإنتاج المستدام، مع التركيز بشكل أساسي على بناء جيل واعد ومتدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والسمكي وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي. وقال وزير الأشغال إن جلالة الملك المفدى وجه أن يساهم في الإشراف على هذه المشاريع ذوي الدخل المحدود من المهن الزراعية وصيد الأسماك، ويتألف المشروع من 6 مواقع موزعة على المحافظات الأربع و3 مواقع للاستزراع السمكي برا وبحرا. وأشار الوزير إلى أن مشروع الزراعة بدون تربة سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات بنسبة 20%، فيما ستشكل نسبة المساهمة في الاكتفاء الذاتي من الأسماك ما نسبته 62%.